سابقاً في نهاية العالم وما بعدها. بعد أن تأكدنا أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي بامتياز، قبل نهاية العالم هنالك علامات، علامات للساعة. ماذا يعني أخفيها؟ أي أظهرها. ونهاية العالم قريبة جداً. لماذا؟ هنا قدم الخبر على المبتدأ. إذن هي حتمية الحدوث فعلاً، هي حقيقة مستقبلية لابد منها. وعند انتهاء دوران الكون مع الكون المضاد ووصولهما إلى الساعة صفر، سيحدث حدثان هائلان في يوم واحد يهزان الكرة الأرضية. الحدث الأول حينما جاء قوله تعالى في بداية سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. جاءنا أمر الله من علم الغيب نحو الكرة الأرضية مباشرة. ولماذا تقول الآية فلا تستعجلوه؟ لأنه يأتينا بسرعة الضوء. أي متحرك يتحرك بسرعة الضوء؟ سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. يدور الضوء حول الكرة الأرضية 7.5 دورات لكن في ثانية واحدة. لذلك قال فلا تستعجلوه. أي متحرك يأتينا بهذه السرعة يستحيل كشفه لا بالرادارات ولا بأي وسيلة أخرى للكشف العلمي. لذلك قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، سوف تحدث بشكل فجائي. هذه الأحداث كلها ستكون ربما بأجزاء من الثانية. لماذا؟ قال تعالى صراحة: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وفي سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مع هذه القذيفة يسبح ملائكة كرام. هؤلاء الملائكة حينما يصلوا قبل القذيفة لكن بذات اليوم، بذات اليوم وليس قبل شهر أو قبل عدة أشهر. مهمة هؤلاء الملائكة هي إماتة كل من هو مؤمن على سطح الأرض، تصديقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض مؤمن. الصورة التي أوضحت هذه الأحداث وبالدقة الفيزيائية هي صورة النازعات. نلاحظ صورة النازعات والنازعات غرقاً. لماذا قال غرقاً بسكون الراء؟ الغرق هو العمل الواحد المشترك، أي أن بتلك اللحظة كل الملائكة الكرام سوف يقومون بعمل واحد هو إماتة كل المؤمنين على سطح الأرض. أي لا يبقى هناك ملك جبال، ملك رياح، ملك يمين، ملك شمال. كل الملائكة الكرام يقومون بعمل واحد، هذا يسمى الغرق. والناشطات نشطا بسرعة وبقوة، والسابحات سبحا، سبحوا مع القذيفة، فالسابقات سبقا فسبقوها، فالمدبرات أمرا. سوف تقوم هذه القذيفة بصدم الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذن حينما تقوم بصدم الأرض من جانبها سوف تعكس دوران الأرض بشكل فجائي وبخلال أجزاء من الثانية. هنا دكتا دكة واحدة. هذا الموضوع سوف يعطي ذهول كامل للناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال مرضعة ولم يقل مرضع. لماذا؟ المرضع خلال سنتين الرضاعة تسمى مرضع، لكن المرضعة هي التي يكون طفلها في حالة الرضاعة. فجاءت الآية لشدة الهول: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. إذن هذه الهزة القوية سوف تعكس دوران الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: سوف تشرق الشمس من مغربها. إذن بعكس دوران الساعة. إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم بيوم واحد ترجف الراجفة، تغيرت دوران الأرض تتبعها الرادفة. ما هي الرادفة؟ حين مرور القذيفة بجانب الشمس سوف تسبب انفجار الشمس. يقول العلم الحديث ووكالة ناسا: إذا انفجرت الشمس بخلال 10 دقائق سوف يصبح حجم الشمس بحيث
يكون الزهرة والقمر بداخل الشمس، وتكون حدود الشمس بيننا وبين القمر. الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة: فإذا برق البصر لشدة انفجار الشمس وهذا الضوء الشديد، وخسف القمر، إذن أصبح القمر داخل الشمس وانتهى. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. منذ 1400 عام القرآن الكريم يعطينا الأبعاد وبدقة. العلم الحديث يقول: إذا انفجرت الشمس سوف تصبح حدود الشمس الكتلة النارية بيننا وبين القمر. الله سبحانه وتعالى قال: منذ 1400 عام وجمع الشمس والقمر. وسوف يزول الغلاف الجوي بالكامل. قال تعالى في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت. ماذا يعني انفطرت؟ انفطرت كلمة مرادفة لكلمة الفطرة أو البداية. في بداية السماء كانت دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. حاليا إذا السماء انفطرت أي عادت أيضا دخان وأزيل الغلاف الجوي. فقال تعالى: يوم تمور السماء مورا باللهب، القبة الزرقاء سوف تصبح قبة حمراء، وتسير الجبال سيرا. تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيؤدي إلى صهر الجبال كاملة وزوبان هذه الجبال. لم ينتهي الموضوع هنا. قال تعالى: وإذا البحار سجرت. سجرت أي الماء اشتعل ذاتيا. كيف سيشتعل الماء ذاتيا؟ الماء مكون من غازين، الهيدروجين مع الأكسجين. بهذه الصدمة القوية وبهذه الحرارة الهائلة سوف يتفكك الماء إلى هيدروجين وأكسجين. سينفجر الهيدروجين بوجود الأكسجين على شكل لهيب انفجاري، فيزيد لهب الشمس على لهب، ويصبح سطح الأرض مصهور بركاني. لكن الموضوع الهام جدا. الله سبحانه وتعالى في أول يوم لنزول القرآن أوضح هذا الحدث بصورة المدثر. فتقول الآيات الكريمة: كلا. كلا في القرآن بمعنى حقا. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فلماذا قال عن الليل إذ وعن النهار إذا؟ الليل سوف يذهب مباشرة بانفجار الشمس، حيث سوف تصبح الكرة الأرضية كلها مضاءة من كل الجهات. والليل إذ أدبر، والصبح هذا الضياء الشديد، إذا أسفر سوف يستمر الضياء وهذا الوهج إلى فترة طويلة. إنها لإحدى الكبر، أحداث ضخمة جدا وأحداث كبيرة جدا سوف تحدث في يوم واحد، وتنتهي الحياة على سطح الأرض، ثم تقوم بعد ذلك الثقوب السوداء بعملية سحب الكون لإزالته إلى العدم. وبعد انتهاء الحياة على سطح الأرض وتصبح الأرض مصهور بركاني، تقول وكالة ناسا والعلم الحديث أن الكون سوف يعود إلى الانسحاب الأعظم مقارنة بالتباعد الأعظم البيك بانج. الله سبحانه وتعالى يوضح هذه الحقيقة تماما. قال تعالى في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن ستقوم الثقوب السوداء والله سبحانه وتعالى بطي الكون كاملا مع السماوات والأرض، وسوف يعيده إلى العدم. أما يوم البعث والحساب تبقى السماوات مطويات بيمين الرحمن، وسوف يأتي الله بأرض جديدة. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض.